السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب تاع نيس، وين يواصل تحدي جماه بالماضي، يعني الصراع الفني الخافي مع الناخب الوطني الجزائري جماه بالماضي حسب ما نوهت إليه مصادر الإعلام عديدة. ويدور الصراع الفني الخافي بين هذا المدرب المعتوه، يعني مدرب نادي نيس ومدرب الوطني جماه بالماضي، حول توظيف لاعبي منتخب الوطني الجزائري في كتيبة النصور الفرنسية. ويعد اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي محور الرئيسي في الجديد الحلقة الصراع بين المدربين الفرنسي والجزائري، إذ غير التقني الفرنسي منصب لاعبه الجزائري من لاعب ارتكاز إلى لاعب جناح أيمن في نادي نيس الفرنسي. وشاهدتوا كلش رقم شتو الناس اللي يعرفوا خاطر علاه الناس قالوا طايحين عطال عطال عطال، بس انتم ما شفتوش كيفاش ديروا راكم سمو وين هشام بوداوي وين يلعب. انتم تشوفوا غير البنت، انتم تاع اليوتيوب وتاع الاخر، هدف هدف تسجل هدف تسجل هدف شاهد هدف عرفوا. هذا اليوتيوب كاين واحد اليوتيوب خرجوا فانيك الهضره اللي كانوا يهضروها تاع ديبرين ما فرحشي من محرز مركة، راهم قلبوها بوداوي كيسموه أندي ديلور لم يفرح بهدف كيسموه عطال، قلبوا الهدرة صحيح، ضربوا كذلك الهدرة تاع قوار شايع حزد حزد كيسموه لعبة تاع أغويرو، ذيك مي كان أغويرو صاني وكلش محرزي ماركي. يعني صحيح مركب وانت صحيح يروحوا يسلموا عليهم، وبعد يجيبوا لك تصويره واحد يشوف كيما هكا يشوف كيما هكا يميز يدلو كيما هكا شوف شوف حزد صاني ولا حزد ديبرين ولا حزد فلاس سيلفا ولا حزد الرياض محرز، ضروا قلبوها هذيك الهضره جابوها النيس صحيح قلبوها. اندي ديلور لم يفرح مع كيسموه مع عطال، وعطال دار تصريح قاس عليكم كاع الملح، قاس عليكم الملح، التصريح تاعو نقول لكم وين راه، راه نجيب لكم التصريح تاعو وين دارها البارح وين طرحوا عليه السؤال بعد المباراة. صح انتوما ما تهضروهاش هذه، انتوما هذه ما تسمعوهاش خاطر لا ما تساعدكمش، خاص تقعدوا باش تقعدوا تنبحوا باش تقعدوا تنبحوا هذه الهضره، انتوما ما تساعدكمش هذه الهضره شويه تغبنكم. وين يوسف عطال عن اندي ديلور قال لهم انا ليس لدينا اي مشكل مع اندي ديلور، بل بالعكس هو صديق المقرب لي في نادي نيس وابن بلدي، ولا يمكنني ان اتدخل في مشكله التي حدثت له مع المدرب في المنتخب الوطني الجزائري، ولا اريد ان اتدخل في امور لا تعنيني، اندي ديلور الصديق المقرب الي ولا اريد ان ادخل في امور لا تعنيني. حتى واش قال لكم تما هذه انتما ما تسمعوهاش، هذه خاطر علاه هذه كنت تهضروها غادي غادي الناس يدوروا يقول لكم ودي راكم قلتوا باللي راه كونتر عليهم منا ومنا ومنا صايغ قلبوها ما يهضروهاش، خاطر يقعدوا ملاهيين الشعب معاهم باللي اندي ديلور يكره عطال. وين كان وين نعاودوا نولوا يعني المشاكل اللي وين مواصله بين المدرب تاع نيس وبالماضي، وكان الناخب الوطني جمال بالماضي قد ابدى امتعاضه من تغيير بعض المدربين للانديه الاوروبيه لمناصب لاعبيه في ندوه صحفيه سابقه، ما اعتبره المدرب كتيبه الخط خلط اوراق خططه الفنيه. وفي سياق وصل التقني كريستوف الاعتماد على هشام بوداوي لعاب في الجناح الايمن خلال مباراة يوم الأحد أمام نادي ليون، ما جعل مصادر إعلامية عدة تقول بتحدي التقني الفرنسي للمدرب المنتخب الجزائري، وشارك متوسط ميدان الخوض بوداوي أساسي في مواجهة فريق ليون، وقدم مردود متوسط نال إثر ثاني أضعف تقييم في اللقاء بتصنيف من شبكة أورداسكورد العالمية المختصة في أرقام والإحصائيات كرة القدم. وخاض اللاعب كتيبة المحاربي الصحراء رفقة ناديه نيس 67 دقيقة قبل أن يغادر أرضية الميدان وينال علامة 6.5 يعني كثاني
أضعف لعاب من ناخب من جانب فريقه في مواجهة ناديه 5.6 على 5.6 على 5، والنادي أولمبيك ليون لحسب الجولة 11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وقلب هشام بوداوي ورفقائه الطاولة على زملاء مواطنهم الغائب عن صفوف فريق ليون إسلام سليماني بعد أن حاول تأخرهم بثنائية نظيفة إلى الفوز بثلاثية، يعني 2-3-2 بعد دخول المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال بديل في الشوط الثاني. وقلب دخول المدافع الخوض عطال موازين المواجهة بعد تسجيله لهدف جميل من أصل ثلاثية التي فاز بها ناديه فضلا عن حصوله على ركلة جزاء سجلها زميله أندي ديلور. يعني شو كيفاش ناس راهين ناس رايحة ويلا يوسف عطال يوسف بصح لازم بس على الله غالب هذا ويتبعوه وما شاء الله غالب كاين هذا في اليوتيوب شي يتبعوه اسيست كونترول تريبل هدف هذا مكان باش يشو باش يحط لك ملاحظة على بوداوي وراه يلعب ما يحط لك شيء ما يعرف شيء ما يعرف شو هذا شيء يعرفه بنت يخرج يولي يذبح عليك هذا مكان بصح باش يروح لك يتكلم لك على أمر كيما هذا مهم ما يتكلم لك شيء ما يخرج لا يعنيه لا يعنيه لا يعنيه زعما ما أكتو إسلام سليماني ماركا مع ليكيب ناسيونال وكاع ولاو إسلام سليماني كون ما يلعبش يقعد مبليسي ما يلعبش تا لافات سيزون ما كانش اللي يجبد عليه صاي كينساوه خاطش هما مع الواقف شكون اللي راه ماركا عطال ماركا محرز ماركا بن ناصر تسيبهم غير يدورو غير بهذو الأسماوات مركزين على هذو الأسماوات كل يوم يجيب لك منام الجماهير تاع مانشستر سيتي راهم غضبانين من محرز قادر يلعب كوب دافريك الجماهير تاع نيلس راهم يخمو على فلان اندي ديلور يعني كاين الاسم تاع اندي ديلور يدور بلي اندي ديلور يكره اللعابه الجزائريين دروك ساي اندي ديلور يكره اللعابه الجزائريين بعد ما كان اندي ديلور باطل ويدافع على الجزائريين ضد نيمار لا دروك لا ساي دروك راهي انقلبت كانوا يقول لك اندي ديلور هو اللي غادي يرد شرف اللاعبين الجزائريين في اوروبا في فرنسا والله لا كانوا يقولوا فيها كيما هكا ودي والله لا كانوا يتكلموا فيها ونساء ينساوها الناس ينساوهم الناس وعمو والله لا كانوا يقولوها كيما هكا نهار اللي لعبت قيله لعبت نيس كونت باريس سان جيرمان قيله قال لك غادي شو غادي ما يخلي لهمش اندي ديلور ما غاديش يخلي نيمار وحكيمي غادي يضربهم بالكف اندي ديلور زعيم غادي هاودي هاوي راهي هاودي بالغلط درتو عليها او كنتو داير درتوه مسلم درتوه كنتو تفتخروا يقول لك اندي ديلور عاجل اندي ديلور يقصف اصحاب مزدوجين الجنسيه اندي ديلور قال لهم اقلعوا اعلامي انا اقلعوا اعلام تاع فرنسا انا اعلام تاع الجزائر اندي ديلور يقصف الصحافه الفرنسيه اند من بعد جاب لك ضربك جاب لك هدره تاع استقلوا بالكم عقلي عليها تاع ارتيتا يكره محرز ارتيتا لم يضحك عندما محرز سجل هدف شاهدوا اخواتي خواتاتي ارتيتا شادر شاهدوا ديبرين بزقمي محرز هيا عاودوها راهم عاودينها روحوا شوفوهم تصيبوا معاودينها على اندي ديلور لم يفرح بهدف يوسف عطا قال لك انا هذا صديق تاعي المقرب وانا لا تعنيني المشاكل اللي صراو بينه وبين المدرب يعني وهذا ابن بلدي هو قالها ماشي انا قلتها يوسف عطال قالها لكم انا هذا ود بلادي وانا الصديق تاعي في نيس هو المقرب صديق تاعي المقرب في نيس بون دروك راكم فهمتوا ولا ما فهمتوش هذه انا ما تهضروهاش هذه انا ما تقولهمش خاوتي روحوا شوفوا الرابط ها وين نهضرها يوسف عطال خاطر على هذه ما تعاونكمش خاطر فيتو تقولوا تكذبوا على الشعب الجزائري قالكوا اندي ديلور ما فرحش قالكوا اندي ديلور ما هدرش مع عطال قالكوا اندي ديلور ما هدرش مع قوي مع بوداوي قالكوا اندي نهار الاول مشي كنتوا تقولوا بلي اندي ديلور سوف يحطم قويري اندي ديلور يهدد قويري اندي ديلور قال له قويري انا جزائري عليك اندي ديلور رديته اب الوطنيه رديته اندي ديلور كنتو ردينو اب الوطنيه انا حاجه اللي خلعتني
على ما طقتش نجي كونت ادي ديالو لخاطش نتوما رديتوه اب الوطني وكنتو تضربوا به المثل، كنتو تضربوا به المثل نتوما، نتوما كنتو تضربوا باندي ديالو المثل. على ذيك انا باني كيما عطال ما ندخلش حاجه لا تعنيني، خاص تولي غدوة ان شاء الله يعاود يولي، تولي غدوة ان شاء الله يعاود يولي. اما كان حاجه لا تعنيني هذه تعطل تاع بوداوي اجتادس لا تعنيني، قال لكم عطال عطال قالوا تصبقوا لي، قال لكم انا حاجه لا تعنيني، يدي الدراهم اللي كيب ناسيونال وعايش لا بيلفي وشوبير خاصو خاصو 5 فليتات كسرى يخمم لها، ميجي خارج من الدار يخمم على 5 فليتات حاجه تعنيه تعديل ما تعنينيش انايا.